أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صورة الإنسان من الخلف بحيث لم يتبين وجهه، هل تعد هذه الصورة من الصور التي يجب أن تطمس؟ نعم، إذا كان فيها رأس هذه صورة، سواء من الخلف أو من الأمام هذه صورة، يطمس الرأس، يطمس الرأس أو يقطع، وبهذا تزول الصورة. نعم.